بدك مني؟ سكري هالباب بقى. هالليلة لازم تلاقي مكان تاني تنامي فيه. بس أنا هون ما بعرف حدا. ايه مو على كيفك، اليوم عدنان حابب يبقى هون، بدنا نضل لوحدنا. لعند مين بدي روح بهالساعة المتأخرة؟ روحي لعند بانا ولا قلك على بيت زوجي. لا والله ما حذرتي بنوم. والله بدك تروحي، يلا لشوف. لك الله ينتقم منك، عم دور على بيت ولما لاقي رح روح دغري. لكن دوري كتير منيح، لأنه ما بقى فيني اتحملك ولا ثانية بهذا البيت، عم تفهمي؟ قلعي من الغرفة، قلعي. بالي عندها، بكل لحظة عم يحترق قلبي عليها يا أخي. أنا ما عم دوق طعم النوم. أصلاً أنتوا السبب تركتوها تعمل اللي بدها إياه. البنات ما بينتركوا على راحتهم، لازم الأهل يضلوا فوق راسهم. بترجاك أخي ساعدني، إذا أنت بتحكي معه أكيد بيرين. قل له هي بتحبه للشاب ومستحيل تتخلى عنه، خايفة جوزها يطمع فيها. بكي تخلى عنا إذا عرف إنه أهلها مزعلينا وما لا ظهر. وقتها بتستاهل هيك. نحن هون بعاد عنا، مشان هيك لازم تتصلوا فيها وتعرفوا شو وضعها، ما لازم نتركها. بالنهاية بتضل بنت، بلكي طلع مو منيح. شو بده يصير فيها المرة بعد زوجها ما إلها غير أهلها بالدنيا؟ تعرف لما حكيت معها كان في صوت ضجة وموسيقى بالبيت، بلكي زوجها ما نضيف عم بيمشيها بطريق الحرام. سكتي يا حرمة، ولا كلمة، لا تجنيني. سلميلي على أمي. بيوسف، تعرف إنه أمي عم تدعي لك؟ مبسوطة كتير منك. غريب، شو اللي تغير؟ لأنك ضربته لبابا بالطريق، ولأنه ما حدا بالحارة سمع بالشي اللي صار معه. لا تخافي، أنا مو كتير حكي. بعرف إنك ما بتحكي كتير، بس هي خافة يوصل خبر لحدا بالغلط. اللي لا تطمن بالك، خلص عندي. تسلمي اللي بيحفظ السر. مساء الخير ماما. شو بكي؟ لا تخافي علي، بس حسيت حالي دخت شوي وقعدت. حاسستك مو على بعضك، قولي لي شو بكي. قلت لك ما فيني شي، بس تعبانة شوي، كنت عم شوفكن من الشباك. كتر خير ووصلني. ضروري؟ شايفتك رجعتي تندحشي فيهم. الشرطة كمشتوا لفرحات الأزعر، قلت بشوف شو صاير بالموضوع. انت هون ومانك عارفانة شو صاير. مؤيد مشتكي للشرطة عن فرحات. أخيرا قدروا يلقطوا دليل على فرحات المجرم. أنت بس لو تعرفي كيف صارت القصة. قومي هلأ سخني الأكل، لأني أنا مت من جوعي وأنا عم استناكي، وبعدين بتكفي لي شو صار معكم. يلا قومي. حاضر. Thank you.
شو هاد يلي بدنك؟ حلق أمي. هدول مو جابهم مؤيد؟ قلتلك لا بقى تلبسيهم. نحن متفقنا ما بدنا شي من ريحته لهالزلمة؟ ايه بس الحلق حلو، ليش لحتى ما ألبسه؟ لأنه طلع نحس عليكي. اصلا انا لبسته مشان جاكر بانا، على اساس ما عنده مثلون، بتكون لما شافته انطقت من الغيره. اوف خلصنا. بعدين جابوا لي الحظ، من اول يوم لبستهم راحوا لقطوا لفرحات المجرم. يا حاجه لعي، وعاد احكي لي شو صار معكم امبارح، بدي افهم. واضح انك مهتمه، والدليل انك ما سالتيني لهلا. طب شو حابه تعرفي بالضبط؟ بدي اعرف كل شيء صار من الاول. من الاول مؤيد كان عم يراقب اخوه، وهو اللي خبر الشرطه. هلأ أنت حابب تسافر؟ لا، بس ليش عم تسألي؟ جاوبيني بس سؤال. هلأ بقيان أنت مسافرة شي؟ لكن منطلع لنا شي مشوار. يمكن كنا طالع شوف إذا وصلتي. مساء الخير عمو حسين. أهلين مساء النور. بنتي ليش تأخرتي كل هالقد؟ والله زحمة كتير بالطريق. جيتوا سوا ما هي؟ لا التقينا هون بالحارة. شوفك يلا بخاطرك عمو، تصبح على خير. وانت بخير.